الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. أولا يعني نبارك ونهني يعني قدوم عيد الفطر المبارك للأمة الإسلامية والسودانية جمعا، ونحن يعني ونسأل الله القدير أن يتقبل الصيام والقيام ويجعل السودان وبلاد المسلمين إن شاء الله في أمن ورخاء واستقرار. ثم يعني نترحم شهداء أهلنا في الجنينة، وحقيقة أن ناشد كل الإخوة هناك القبائل والزعامات والكيانات بضبط النفس، وحل هذه القضية إن شاء الله حلا يرضي في المقام الأول الله سبحانه وتعالى ثم جميع أهلنا إن شاء الله بإذن الله، ونحن محتاجين لبعض. ولذلك لا نريد أن تكون دماءنا رخيصة بهذه الصورة. ثم انتقل إن شاء الله إلى قضية شرق السودان. قضية شرق السودان حقيقة كان هنالك اضطراد قوي جدا لمسار ما يسمى مسار شرق السودان، وحقيقة وقف أهل شرق السودان وقفة واحدة قوية لعدم تنفيذ هذا المسار، ونشكر أنه الحكومة وأطراف السلام قد استجابت لهذا النداء ومقررات مؤتمر سينكات، وتم تعليق هذا المسار. وأيضا اللجنة التي تمت بتكوين التي كونها السيد الرئيس برهان برئاسة نائبه أحمد دقلو وبعض أعضاء مجلس السيادة، وهي كونت عدة لجان أهمها هي لجنة تنفيذ القلت بنودها، سواء كان ترسيم الحدود أو مراجعة المعسكرات وكذلك القبض على كل من أسهم في إشعال الفتنة في شرق السودان وإلغاء المسار. هذه اللجنة ستقوم إن شاء الله تباعا بعد عطلة العيد حسب وعد الأخ النائب، وإن شاء الله ستقوم بتنفيذ ما يليها إن شاء الله، سواء كانت لجنة المفوضية الأرضي أو اللاجئين والسجل المدني، كل ذلك إن شاء الله والنيابات والبلاغات كل ذلك إن شاء الله يتم. وهذا هو واحد من الشروط التي اتفقنا عليه كل أهل شرق السودان، هذا القلب لا يعني بكل البجا على بن عامر على أحباب كلنا اتفقنا عليه، وعلى الحكومة التنفيذ، واعتمدت الحكومة في اللجنة الأخيرة إن شاء الله هذه.